جدا يعني. مهندس عادل القيعي مدير تسويق بالنادي الاهلي والاعلامي الزميل، مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا استاذ خالد، ازاي حضرتك؟ ايه اخبارك؟ وحشنا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. طبعا معانا الكابتن طه بصري الجميل الذي يحبه الكل. سلم لنا عليه جدا. معلش انا اصلي خارج مصر، يعني خارج البيت، مش شايف مين معاك الحقيقه. ربنا يخليك. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا يا كابتن، ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك. الله يكرمك باشمهندس عدلي. ما هو تحرك الاهلي في الساعات القليله الماضيه حول العقوبات، وما هو تقديرك لهذه العقوبات؟ الاول قبل ما اقول تقدير لهذه العقوبات، لازم اتحدث عن توقيت اصدار هذه العقوبات واعلانها، وهو توقيت مريب جدا وغريب جدا ويفتقد الى كل مقاومات الكياسه. يعني ناس عماله بتتلكأ في اصدار القرارات، وبعدين والفريق يتجه الى المطار للسفر برئاسه رئيس النادي يعلن هذا القرار عشان يعمل هذه الحاله من الارباك للجميع. المدرب المدير الفني يعلم بقرار ايقافه، كابتن فريق يعلم بقرار ايقافه، النادي يعلم بقرار حرمانه من جمهوره 4 مباريات. مسألة يعني بصرف النظر عن عقوبة نادي المصري، تشعر وكأن أمرا ما يحاك للنادي الأهلي. وأنا من شهرين أو من شهر، من يوم الواقعة بعديها ب 15 يوم، قلت لهم نفسنا تعلنوا لنا إيه اللي مكتوب في تقارير المراقبين وتقرير حكم المباراة، لأن كنت أشعر أن مع مرور الوقت لن تكون الأمور يعني تتضمن الحقائق التي حدثت على ارض الملعب. ما هو التحرك في الساعات القادمه حوالين هذه العقوبات؟ ايه رد فعل النادي الاهلي؟ بقول لك يا استاذ خالد، عملت نوع من الارباك وكانه مقصود، لان طبعا انا بتكلم على التحرك بقى. ما هو الخطوات اللي هيتخذها النادي حيال هذه العقوبات؟ الكابتن حسن خد قرار وهو متجه الى المطار بعقد جلسه عاجله يوم الاثنين، يعني هو هيجي يوم الاثنين صباحا هيتجه الى النادي الاهلي لحضور مجلس اداره عاجل لمناقشه هذا الامر. نعم. ومن ثم احنا مش عارفين الموقف الرسمي، لان اولا هذا القرار ابلغ الى النادي ولا لسه؟ اشك. يعني هو مجرد قرار اعلن على الموقع الرسمي، ولكن لم ياتي لا تصرفا ارسل النادي الاهلي بعد. ولذلك مجلس الاداره هيجتمع يوم الاثنين عشان يناقش الامر من نواحي القانونيه والخطوات القادمه باذن الله. بس هو ما يفترضش انه في مثل هذه الحالات ان القرار الفوري المباشر والسريع هو انه النادي الاهلي قرر اللجوء الى الفيفا. يعني بيقطع جاهزه كل قول زي ما بيقول. هو القرار الذي يخطط له ومتخذه قرارات اتحاد الكوره. نعم. لانك انت برضه انت كنت المحت يا استاذ خالد ان الاتحاد الدولي يرفض عقوبة التجميد ما دي متعرف عليها يا باشمهندس عدلي. بمعنى ايه؟ بمعنى هم بيرفضوا احكام الاعدام، لا على لاعب ولا على نادي ولا على مؤسسة نهائي، انما من الممكن ان يحرم من النشاط عشان يخرجوا بالنتيجة التي يرونها. نعم. برضو النادي الاهلي هيدرس الموضوع من الناحية القانونية. نعم. ما تنساش كمان ان هناك اجراءات تسبق كل هذا، هناك لجنة للتظلمات داخل اتحاد كرة القدم، ثم هما ما موقف التقارير؟ عايزين نشوفها على اساس اذا كانت تحتمل الطعن عليها او ان احنا نستشعر عدم سلامه هذه التقارير. احنا لازم نطمئن على من حق النادي الاهلي ياخذ الحيثيات وياخذ المستندات اللي استندوا اليها بهذا هذه العقوبات، اللي كانهم يريدون ان يقولوا ان الشغف قد بدا من جانب جماهير الاهلي. يعني هذه حيله واضحه جدا تشييع وتوسيع دائرة الموضوع حتى تتوه الحقيقة. هل الأمر كان له بعد أكبر عشان صدور قرارات في حق النادي الأهلي إلى جانب العقوبات الموقعة المصري؟ يعني أقصد لو كانت العقوبات صدرت لوحدها، كان هل يختلف كتير عن الوضع الحالي؟ ما انتش عارف الصياغة اللي صدر بها عقوبات الأهلي استندت إلى إيه؟ ربما تكون استندت إلى أسباب يريد أحد أن يستفيد بها. طب أقولهم لك؟ أنا أملك معلومات طبعا، منها ما ظهر في العقوبات ومنها من لم يظهر بالمعلومات الشخصية. حسام غالي العقوبة بناء على
تهويش الحكم بانه هيضربه بالبوكس. ده السبب. مانويل جوزيه اشاره بيديه فيها اساءه للحكم. اربع مباريات و5000 جنيه. ايوه. الاربع مباريات للنادي الاهلي رفع لافتات مسيئه والقاء الشماريخ. لم يثبت ان اللافتات دي رفعت عن طريق جماهير الاهلي، خاصه ان كل ان اعترافات المتهمين قالوا ان كان هناك اتوبيسين من الذين تم استئجارهم للاعتداء على النادي الاهلي، كانوا ضمن صفوف مدرج النادي الاهلي، وثلاثه كانوا بين صفوف المصري. نعم، انما هي فكره الاربع مباريات بدون جمهور استندت على موضوع الشماريخ واللافتات او اللافته. وبعدين الشماريخ، هم مش قالوا الشماريخ ما فيش قرارات لتكرار الخطا. هو اخر قرار بتاع لجنه مسابقات التعديلات التي حدثت على العقوبات، مش كانوا قالوا ان ما فيش قرارات باقامه مباريات بدون جمهور نتيجه الشماريخ؟ مش قال الكلام ده الا اذا القيت في الملعب على حسب ما افهم. طب وفين اللي القيت في الملعب؟ ما احنا اتفرجنا. نعم، ده بعد الماتش خالص الدفاع عن نفسهم كان بيلقوا على اللي بيهاجموهم طالعين عليهم. اعيد يعني السؤال عليك مره ثانيه يا باشمهندس. ادانه لجماهير الاهلي هي تحمل براءه جماهير الاهلي. اعيد السؤال يعني عليك مره ثانيه اذا اذنت لي. نعم، اعيد السؤال مره اخرى لو اذنت لي. اتفضل. هل لو كانت عقوبات المصري صدرت بمفردها، هل كان الغضب او التحفظ مثلما هو الان؟ لا، انت التحفظ نتيجه انك تشعر ان امرا ما مريب وانك بتتخذ عقوبه. يعني الاول دعنا نتفق، انهي اقصى العقوبه في الهبوط الى الدرجه الاقل ولا تجميد النشاط؟ انا ما اعرفش انت رايك. المفروض ان تجميد النشاط اقصى، لانك انت وانت في الدرجه الاقل انت بتمارس لعبتك، اجهزتك الفنيه بتشتغل. نعم. لعبتك بتقبض فلوسها. نعم. الجماهير تقدر تتابعك وتتفرج عليك وتتعب. تمام. اما تجميد النشاط فده بيعني ان كل شيء متوقف، ولذلك انت تستغرب يعني ان يلجا الى هذه كانها يعني قرار توافقي، ولكنه كلنا عارفين ملابسات صدور القرار ومن الذي اوعز بهذه القرارات لاتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره القائم الان ما عندوش الخبرات اللي تخليه يوصل للامور دي بنفسه. على اي حال انا مش عايز اتسرع، لان طبعا انا مش مفروض اسرع استاذ خالد. نعم. الا بما يتفق مع المركز او الموقف الرسمي للنادي الاهلي. نعم. اللي هيبان يوم الاثنين باذن الله ان شاء الله. لما احنا بندرس مسائل انطباعيه كلها. نعم. يعني احنا. نعم. بنحلل امور وقد نكون مصيبين ولا نكون موفقين في تحليلاتنا. نعم. يعني نعم. نعم. انما تشعر ان امرا ما مش طبيعي في القصه دي. توقيت صدور القرار، طريقه الاعلان عنه، ان تبدا اعلان القرارات بعقوبات الاهلي اولا، ثم في الاخر كده سطر بيتضمن عقوبات النادي المصري، وبعدين محاوله اظهار ان الخطا من الجانبين، امر غريب جدا. وعلى اي حال يعني هي حيله لا تصلح، لانك ده انت اكنك بتقول اللي يشتمنا اقتله. يعني. نعم. يعني حتى لو عايزين يوصلوا ان هناك استفزازات حدثت من جانب جماهير الاهلي، لكن مش اللي اشتمنا اقتله، ولا ايه يا استاذ خالد؟ صحيح صحيح. يعني الكلمه لا تستدعي. يعني انا لو يعني فلت مني لفظ في حق واحد فيطلع السكينه ويروح غززني في قلبي، هيقول لي خش يا ابني خد لك اعدام، فيقول له اصله عصبني يا سياده القاضي، يقول لي خش خد لك اعدام يا اخوي. يعني انا شتمته قتلني، هيقول اصله عصبني يعني او خلى اعصابي تفلت، تقول له خش خد لك اعدام. مش على مستوى المسؤوليه. يعني اقصد الكلمه لا تساوي القتل. لا يساوي القتل الا القتل. يعني حتى او دفاعا عن النفس. اخطاء. وبعدين هل ذكر بقى تقرير الحكم اللي فيه دقه ان اللاعب هوشني وهوشني كانه هيضربني والثاني عامل دي معلوماتي الشخصيه، خلي بال حضرتك. هل دي معلوماتي الشخصيه. الحكم الرابع اداها له ورماها ورا ظهره في ادعاء انها ما فيش حاجه. نعم. واللي ذكر ان المباراه صارت في ظروف طبيعيه، يا ترى قال على الناس اللي دخلت طبقا لقرار النيابه بدون تفتيش، وعلى الناس اللي كانت بتنزل الملعب ويطلعها البوليس ماسكه الشماريخ جوه الملعب، ويا ترى قال على الصواريخ اللي اتضربت اثناء تسخين الفريق الاهلي واللي راح اشتكوا له وعمل نفسه ان لو قررت حلغي المباراه، هل يا ترى ذكر الكلام ده هو ولا المراقب؟ انا نفسي بس حد يعني انت اطلب انت استاذ خالد
وده حق الاعلام، ويورونا بس التقارير دي فيها ايه، مش كده ولا ايه؟ حتى لو كان انه الناس مش شعره بالاقتناع في القرار، فانا اقدم له المستندات اللي تقنعهم. انا معاك، لازم تعرف انا مش مختلف معاك في دي. لماذا اذا اراد البعض ان يقتنع بالقرارات والثمن هو ان نشوف مستند، فليكن، ورونا المستند. انا متفق لازم معاك. يبان للناس كتبت ايه. نعم. هل تعلم ان الكابتن فهيم عمر تم مكافاته على موقفه في هذه القضيه بانه مسافر تولوز مع المنتخب الاولمبي؟ ساعة. تعلم دي ولا ما تعلمش؟ لا، ده اللي بيتردد في اروقه الحكام النهارده، نفسهم عندهم حاله، بعضهم عنده حاله من الاستياء انه بيتم. طبعا الكابتن عصام صيام هيطلع يقول الكلام، الله اعلم هيؤيد ولا ايه، انما هيبرر طبعا. نعم. انما في كل الاحوال يعني لا اعتقد ان هذه الحادثه ستترك احدا ينعم براحه البال وراحه الضمير، وستترك رواسب كثيره للأسف، تجاه كثير من عناصر اللعبه. للأسف، للأسف. مهندس عدلي القيعي مدير تسويب النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا حقيقة. يعني أنت جايلك تليفونات كتيرة يا كابتن طه، بس خليني نرجع للحوار مرة تانية لأن أنا عايز أسمع منك كتير. أنت حاسس بالكورة زي ما كنت حاسس بيها من سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة، ولا ابتديت تحس إنها بقت حاجة تقيلة على قلبك؟